أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون
والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم غير فمن ابتغى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها
الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ولقد خلقنا الإنسان ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
المبين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون فأنشأنا لهم به جنات من
نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لهم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون والشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة وعليها وعلى الفلك تحملون
ومن يدعو مع الله إلها آخر
صدق الله.